هل حضرتك متوقع أن يكون هناك حلول إفريقية فعلا للتحديات الإفريقية؟ أنا بتصور وحضرتك صلح لي أن الحلول الإفريقية الوحيدة التي نستطيع أن نقدمها نحن نسكت البنادق زي المبادرة اللي كنا مقدمينها قبل كده، ونبطل نتخانق مع بعض، ونعي أهمية أن المواطن ما يموتش من الجوع، وكل واحد فينا بيتخانق على كرسي حكومتين في كل بلد، ومنطقة القرن الأفريقي صراعات لا تنتهي، وصراعات بين الدول وبعضها، وصراعات جوه الدول زي إثيوبيا وغيرها، بس ونشتغل بإخلاص، لكن الباقي ساعتها ممكن يجي بقى، ممكن نلاقي تمويلات، ونلاقي البنك الدولي ممكن يخش، ونلاقي الأمم المتحدة ممكن توصي بمشروعات بنية تحتية زي ما كان سيادة الرئيس بيقول في آخر كلمة ليه برضو قدام المنتدى اللي كان قبل ده من حوالي 3-4 أيام، هفتكر اسمه دلوقتي لحضرتك. يعني تفضل. خليني أكد على كلام حضرتك، زي ما حضرتك ذكرت تماما أنه يعني يجب على الدول الإفريقية أن تبذل مزيد من الجهود في حل النزاعات وإعادة بناء الدول بعد يعني الصراعات المسلحة والتي يعني تهدد أمن الدول. استحالة زي ما حضرتك تقول أنه يأتي الاستثمار ويأتي الدعم وتأتي المساندة في بيئة غير مستقرة، وينتشر فيها السلاح، وتنتشر فيها النزاعات، وتتحرك فيها الجماعات المسلحة. كل هذا يهدد الأمن والتنمية بشكل كبير. وبالتالي أنا أعتقد أنه الدولة المصرية سعت جاهدة، وهي التي يعني تعتبر صوت إفريقيا العالي، أن تساعد الدول الإفريقية في عدد كبير من المبادرات زي ما حضرتك ذكرت، سواء كان مبادرة إسكات البنادق، أو إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، أو يعني مساعدة الدول في مواجهة ظاهرة الإرهاب. زي ما حضرتك تعلم والسادة المشاهدين أن هناك بدأ إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، بيتم إعداد لقاءات دورية لإعادة بناء المؤسسات وزيادة كفاءتها في كافة الدول الإفريقية بالتعاون مع الدولة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس في كافة القطاعات، سواء كان في مكافحة الفساد، مكافحة الجريمة، اجتماعات دورية لوزراء الدفاع، لمستشارين وقضاء، يعني وزراء العدل في الدول الإفريقية. كل هذه الأمور تساعد الدول الإفريقية في بناء قدراتها وبناء مؤسساتها واعتماد على ذاتها، وأن تكون قادرة على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها، خاصة أنه كمان في نقطة مهمة جدا في هذا المنتدى، وأعتقد أنه من أهم القضايا اللي بيتم مناقشتها، هو أنه إفريقيا ستنظم يعني القمة العالمية للمناخ، مؤتمر الدول الأطراف في الأمم المتحدة لاتفاقية المناخ COP27، والتي سيتم عقدها في يعني نوفمبر القادم في شرم الشيخ، والتي سيترأس اجتماع الدولة المصرية، وأفريقيا جميعها وكافة القادة وكافة الدول تفخر أن أفريقيا هي التي ستنظم هذه الدورة من دورات قمة المناخ العالمية، والتي تعني أن سيكون هناك تباحث في كافة القضايا والتداعيات السلبية للتأثيرات المناخية الضارة والتي تتحمل إفريقيا، وهي القارة التي لا تشارك في انبعاثات المناخ بشكل كبير مثل الدول الصناعية، تتحمل القدر الأكبر من التداعيات السلبية في قضايا التصحر وقضايا يعني قلة الموارد المائية ويعني قلة الغذاء. كل هذه المسائل سيتم التباحث فيها، وسيكون هناك رؤى ومخرجات على مدار اليومين ل يعني انعقاد هذا المنتدى.